صحيفة اليوم السابع تتحدث أيضا حول تطور أمني بحسب ما أعلن المتحدث العسكري، تنقل عنه مقتل 3 تكفيريين والقبض على 74 في شمال سيناء. تقول التفاصيل إن العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري قال الخميس إنه واستمرارا لجهود القوات المسلحة بمكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية، فقد قامت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني خلال الأيام القليلة الماضية باستهداف البؤر الإرهابية بشمال سيناء. أسفرت عملية المداهمات عن مقتل 3 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، فضلا عن القبض على 74 فردا من المشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بواسطة الجهات المعنية.